لسنين طويلة صارعت في بداية إيماني وأنا شاب صغير إذا كان عندي دعوة فقط لخدمة الرب في الكنيسة أو أيضاً دعوة لخدمة الرب في المجتمع. استسلمت لدعوة الله المزدوجة، والله فرجاني وأكد لي عبر السنين أنه أنا مدعو لخدمته في الساحتين، ساحة الملكوت وساحة المدينة. اختبار الخلاص اللي حصل بحياتي كان نتيجة عمل الراديو. إلهنا قادني عبر قراءة الكتاب المقدس لأعرف حاجتي للخلاص، فما كان يكفي أنه أنا أكون مولود في عائلة مسيحية، لازم أكون مولود من المسيح. وبـ 11 آب سنة 80 أنا سلمت حياتي للمسيح واختبرت الولادة الثانية من فوق، وفيما بعد خدمت كشخص يهتم بالمتابعة والمراسلة عبر الإذاعة مع المستمعين. وعندما الرب دعاني للخدمة كنت فتى بعدني صغير عمري 20 سنة، الله استخدمني في لبنان في ظروف الحرب بين المقاتلين والجرحى في المستشفيات، ومن هذه الخدمة ولدت الكنيسة اللي أنا برعاها إلى اليوم، ومنها ولدت خدمات عديدة نقوم بها. هاي الكنيسة اللي رب استخدمني بتأسيسها مجموعة من المؤمنين الذين تابوا وأتوا للمسيح بإيمان، وهي كنيسة ناشطة في التعليم، تعليم كلمة الله وفي الشهادة والبشارة. وولد أيضا معها معهد للاهوت، قدمنا من 25 سنة إلى اليوم تدريب لاهوتي ل 370 طالب وطالبة يخدمون في لبنان وسوريا والأردن والدول العربية في الشرق الأوسط والخليج حتى في شمال أمريكا. كتبت مؤخرا مقالة صدرت في الصحافة اللبنانية وصدرت في مجلة اللي هي رسالة الكلمة مدينة الإنسان ومدينة الله، وفرجيت فيها أنه المدن ابتدأت مع قايين يلي بنى أول مدينة لكي يحتمي بها، ولكن المدن لم تكن حماية للإنسان، إنما كانت قلاع لإطلاق الحروب ضد بعضها البعض. وكمان كتبت عن بابل وتدخل الله في إنهاء مدينة، وشفت أنه في expiry date لكل مدنية ولكل أمبراطورية. فالعمل السياسي هو سلطة الله أعطاها الإنسان ليدبر أموره في الأرض، ولكن إن أساء الاستخدام يقتل الأخ أخيه، مثل ما عمل قايين لما قتل هابيل، كان إساءة استخدام السلطة. وإن أحسن يكون عم بيتشبه في بناء مدينة الله اللي هي المرتجة. طبعا في هيدي المقالة أنا كتبت عن مدينة الله الكتاب المشهور اللي كتبه القديس أغسطينوس على أثر هدم ونهب مدينة روما الأزلية اللي كان يعتقد أنها أزلية، واتهموا المسيحيين بأنهم بسببهم الآلهة أنزلت الضربات بها، وهو فرج أنه خطاياها هي اللي أوصلت إلى نهايتها. فالعمل في الساحة العامة هو شهادة للمسيح الملك والمسيح المخلص في آن، والعمل من خلال الكنيسة هو لربح النفوس واقتيادهم لملكوت الله. وإذا كان إنسان متحصن بالرب ويطلب الحكمة والنعمة والقوة من الله، الله بيعطيه الحكمة الخاصة، والكتاب المقدس مليء بالأشخاص اللي أقاموا ربنا لخدمته في المجتمع من دانيال ويوسف وموسى إلى آخره. كثيرين أنا لا أدعي أن أنا بشبههم، ولكن الله يعطي حكمة ونعمة لخدمة شعبه لبعض الأشخاص. في عالمنا العربي مش معروف هيدا الاختبار، لربما كنت أنا الأول كقسيس وواعظ ونائب أو رجل سياسي ورجل دولي، ولكن أي مجتمع مليء في التحديات والخطايا، أكان في التجارة، في الطب، في الهندسة، في المحاماة، على الرجل المسيحي والإمرأة المسيحية أن يعكسوا روح المسيح في عملهم. نحن في مكان تضرب الزلازل السياسية دائما، ما ارتحنا من الأربعينات للستينات للسبعينات، على طول كان في مناوشات وفوضى أو حروب
صغيرة ومتنقلة وكبيرة، وحرب ضربت لبنان من 75 لل90، بعد منا ارتحنا 15 سنة ورجع صار في انهيار وانهيارات. مؤخرا بالعام 2019 حدثت ثورة في لبنان كما نقول أكلت الأخضر واليابس، وانهار لبنان اقتصاديا، وإجا الكوفيد 19 كان أثره بليغ في لبنان، وبعدين انفجار مرفق بيروت يلي دمر أقسام كبيرة من العاصمة. نحن ككنيسة وجدنا حالنا في وسط المأساة، نقف لشعبنا ونقف معه، فتحركنا بسرعة وكنا منخرطين في إعادة الأعمار وترميم البيوت والكنائس والمدارس والمراكز الطبية، وكمان وجدنا أنفسنا نقف مع مئات العائلات حتى يقدروا يستمروا بمعيشتهم بأبسط الأمور. فكنا نقدم الحصص الغذائية وما زلنا للمئات شهريا، وإلا بانهيار العملة وانهيار قيمة العملة اللبناني صار تحت خط الفقر، ما يزيد عن 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر. ونحن ككنيسة منخرطين في هذا العمل الكبير يلي الله عم بيعيننا أن نقوم به، بالحقيقة عجيبة معجزة، أنا ما بعرف كيف ربنا عم بيخلينا نستمر في هذا العمل. تناقص المسيحيين في العالم العربي مقلق، وتعرضوا للكثير من الاضطهاد والمضايقة في كافة الدول تبع شمال أفريقيا والشرق العربي لسبب أو لآخر، إلا أنه ما زال هناك بقية نسميها بقية موجودة أمينة تريد أن تبقى للشهادة للمسيح في بلادنا، وأنا أشجعهم. نحن يمكن نكون نخسر إمكانية جني الأموال والأعمال الكبرى والراحة والطمأنينة والرعاية الحكومية في بلدان فيها استابيليتي، إلا أنه دورنا ككنيسة المسيح هو الشهادة ليسوع. فأنا بقيت في لبنان رغم أنه أنا درست وعملت دراسات العليا في أمريكا، إلا أنه أنا اخترت البقاء في لبنان وأخدم في لبنان للشهادة للمسيح الذي ولد في بلادنا، ولازم يضل في شهادة للحق وللنور وللمحبة ولشخص يسوع. فأنا بقول لهنن في العراق يلي تعرض الكثير، في سوريا، في لبنان، في فلسطين، في مصر، هناك نعمة خاصة لكم من الرب، والله يعطيكم القدرة على الاستمرار، وهو يعطي في الموت مخارج. فأنا أشجعهم على البقاء، أنا وعائلتي بقينا في لبنان، ونحن نريد أن نكون إلى جانب يلي بقوا في المشرق ليبقى المشرق أيضا للمسيح وعليه اسم المسيح، والمسيح ولد في المشرق، صلب في المشرق، وقام في المشرق، وسيعود أيضا إلى العالم إلى المشرق. عمل الإعلامي ابتدى من المجلة يلي ابتديت إصدرها ورخصت من نقابة الصحافة ووزارة الإعلام، رسالة الكلمة، وهي موجودة كمان أونلاين رسالة الكلمة.com، وعلى فيسبوك رسالة الكلمة، وبعدين من نشر كتبي. فدعتني محطة الأو تي في اللبنانية يلي هي محطة سياسية تجارية وهي ساتلايت، ومنحتني برنامج الأسبوعي في يوم جديد هيك اسمه، صباح كل سبت الساعة 9 بتوقيت بيروت نون ستوب من يوم تأسيس المحطة بال2008. اليوم صلنا ما يزيد عن 15 سنة وعملنا ما يزيد عن 750 حلقة لايف توك شو، هيدا حوار مش وعظ، حوار بشتى المواضيع. كل خمس أسابيع ننتقل من موضوع لموضوع روحي تفسيري من كلمة الله، أو نعالج موضوع راهن وشائك كان تربويا أخلاقيا اجتماعيا سياسيا، للمسيح رأي في كل هذا. فأنا أقدم رأي المسيح ورأي الكنيسة المسيحية في هذه المواضيع، شعبنا يحتاج لمن يكلمه، وكمان الأغلبية تبع الشرق الأوسط العربي والمسلم بتحب أنه تسمع الرأي المسيحي والرأي الكتابي، وأنا أقدم هذا الرأي بدون تحزب طائفي ومذهبي، وبالتالي الجميع يسمعون.
كانوا مسلمين أم مسيحيين. وللإعلام دور كبير، والبرنامج الذي أنا أقدمه لا يمس بمعتقدات الآخرين وكرامات، إلا أنه يقدم يسوع المسيح مخلص ومعلم ورب. الإعلام المسيحي يمهد الطريق أمام الكنائس، ويمهد الطريق أمام الساعين لمعرفة الحق. فإذا التقى مين يوصل الساعي يلي طالب معرفة الحق بكنيسة محلية تساعد على الإتيان للمسيح والنمو في الإيمان، بيكون الإعلام المسيحي وصل إلى النتيجة والهدف من دوره ومن خدمته. قناة الملكوت قناة تقدم الإنجيل بصفاء وبدون تحزب أيضا، بدون تطرف، بدون إهانة لأحد. ولذلك قناة الملكوت تشاهد، ناس بيحبوها وبيسمعوها، عم تخدم العالم العربي والناطقين باللغة العربية خارج شمال أفريقيا والشرق الأدنى، لأنه هي تشاهد حول الكرة الأرضية. لقائي الأول مع دكتور مايكل يوسف كان لقاء طويل وطيب ومبارك، ووجدت عناصر فكرية وإيمانية وحضارية مشتركة أنا وياه، وكنت سعيد جدا. طبعا أنا مطلع على قسم عدد من منشوراته، مش كلها، وأنا أهديته أيضا شيء من كتبي، فكان في تبادل للكتب. اليوم أهديته المسيح الأعظم، كتاب لي صدر مرتين، وأهديت أطروحتي في اللاهوت السياسي أصحاب السيادة، وكان ملفت لإله يقرأ فيها وكان بسط. أنا أشكر الله لأجله، هذا يؤكد أنه المسيحيين العرب أو الناطقين باللغة العربية هن أصحاب دور ورسالة، كما في يوم 50 اللغة العربية كانت من اللغات 14 يلي كانت اللي أعطيت للرسل. فبتشوف أنه أشخاص مثل مايكل يوسف ناطق باللغة الإنجليزية يخاطب العرب وغيرهم بلغات متعددة، إلا أنه هو شخص نعتز به بمنطقتنا كابن مصر، كابن العالم العربي. الله عم بيستخدمه بهذه القوة وبهذه النعمة لإيصال بشارة الإنجيل للملايين.